السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي النهاردة إن شاء الله هنحل التقييمات الأسبوعية الأسبوع التاسع هنبدأ بالأداء الصفي طبعا زي ما احنا عارفين الأسبوع التاسع برضو هنكون مع يونت فور اللي هو into the past last year العام الماضي we not to Venice the most beautiful city in Italy أجمل مدينة في إيطاليا طب أنا عندي هنا last year يبقى ده من علامات الماضي البسيط اللي هو الباس سيمبل اللي هو بيقول ايه فعل ريجولر وفعل غير ريجولر عادي وغير عادي العادي بإضافة دي أو اي دي أو اي اي دي والغير منتظم بيحفظ زي جو ويند هنا مديني وير ترافلينج ده ماضي مستمر ترافل ده مصدر ترافل ده ماضي وترافلز مضارع يبقى وي ترافلد when we سات when we سات down for a picnic لما كنا جالسين علشان بنعمل نزهه خلويه there where كان في هناك lots of runners كان في عداين كتير through the park كانوا شغالين بيجروا الحدث كان مستمر we're running was running ran run كان الحدث مستمر يبقى we're running as كريم was taking photos of the animals وكريم بيصور الحيوانات he not his phone ادي از ماضي مستمر حدث كان شغال هيدي حدث يقطعه يبقى ماضي بسيط lost was losing loses losing يبقى lost while Mona tennis she hurt her arm دراعها اتصاب طب while بيجي بعدها ايه؟ ماضي مستمر هنا مديني place played was playing were playing طبعا منى مفرد يبقى was playing I was doing my homework when my sister me أدي هنا وين وحدث كان شغال وهيجي حدث قصير يبقى ماضي بسيط was calling calls called calling يبقى طبعا when my sister called me lots of birds in the sky as we sitting down on the beach كان في طيور كتيرة طايرة في السماء بينما احنا كنا على الشاطئ was flying flew we're flying fly lots of birds we're flying while I the film I heard a loud noise outside سمعت ضوضاء وانا بقى أشاهد. watch watched was watching watch watching يبقى was watching you study hard if you want to pass your exams لو عايز تنجح في الامتحانات mustn't ما تذكرش must لازم don't have to مش لازم shouldn't اوعى تذاكر لا طبعا must الزام you mustn't a mobile phone in class must بيجي بعدها المصدر هي و mustn't using used use is using يبقى you mustn't use you smoke in petrol stations it's a very dangerous dangerous يعني خطير وبترول ستيشن محطه البنزين ها ندخن ولا ما ينفعش mustn't shouldn't needn't must حد يقول لي shouldn't هي دي مش نصيحة ده انت كده هت يعني هتعمل مشاكل كبيرة لو دخنت بيو mustn't smoke بعد كده هنروح لمين بقى عندنا الأداء المنزلي I while I was going down the stairs وأنا نازل من على السلم حصل ايه وقعت يبقى اللي هو عندي حدث قصير fell down was falling down fall down falls الماضي من fall fell يبقى fell down he very fast بسرعة جدا when he had the accident يبقى كان سيء بسرعة drove was driving was driven drives الحدث كان مستمر أدي win يبقى was driving it was snowing كانت بتمطر تلج the first lesson started لما بدات اول حصه just as و as while بيساوي بعض يبقى when اللي بيجي بعدها ماضي بسيط مين when i your call because i was working انا كنت شغال يبقى انا ما قدرتش ارد على التليفون لان انا كنت شغال i answering مش هتنفع i didn't answer i wasn't answering i answered يبقى انا ما قدرتش ارد على التليفون يبقى I didn't answer the phone أو your call because I was working إن أنا كنت إيه شغال This morning I and made breakfast هذا الصباح got up was getting up get getting This morning I هذا الصباح got up stayed استيقظت and I made breakfast ماضي بسيط She Clean her room. الغرفة بتاعتها. Shouldn't. لا يجب. Have to. شيء ما شاب Must. Mustn't. تنظيف الغرفة دي حاجة كويسة. يبقى شيء must. You chew gum in class. تنضغ لبان في الفصل. Mustn't. Must. Has to. Shouldn't. دي المفروض حاجة. ما نعملهاش. ننضغ لبان في الفصل. دي مش نصيحة. You mustn't. ممنوع. عيب. We a regular visit to our family. نقوم بزيارات على طول العائلة we drop we fall we make we do يبقى طبعا هنا make a visit you pollute the water by throwing rubbish نرمي قمامة يبقى must لازم have to يجب mustn't لا يجب should يجب طبعا القمامة حاجة مش كويسة يبقى mustn't we drive too fast in crowded streets نسوق بسرعة جدا في الشوارع الزحمة mustn't must need انت مش في حالة كده don't have مش مضطرين طبعا السواقة بسرعة دي حاجة مش حلوة يبقى المفروض اقول mustn't تعالوا بقى كده نشوف الايه التقييم الاسبوعي اول حاجة جروب ايه during an exam في الامتحان you must copy تغش بقى وتنسخ من زمايلك ده ينفع لا طبعا يبقى mustn't I must forget my wife's birthday لازم أنساعد من الزوجتي so I have to buy a card today إلزام داخلي يبقى I mustn't I mustn't forget my wife's birthday so I have to buy a card today بعد كده بيقولي he was painting while the phone rang ده ماضي بسيط يبقى أفرض أقول when the phone rang what were you doing when i phoned? كنت بتعمل ايه وان بيجي بعدها ماضي بسيط يبقى when i phoned students must are polite to their teacher يكونوا مؤدبين must يجي بعدها المصدر يبقى المفروض بي عايزين هنا a visit to the beach زياره للشاطئ ممكن نقول مثلا i visited alexandria with my cousins mauladami last year the beach was very fantastic I enjoy building sand castle عملت قلعة من الرمال I played there with my cousins على بقى تقييم بي جروب B We must to go to the laboratory for our science Listen must be بعدها مصدر مش طول مصدر يبقى go People must throw rubbish in the street الناس ترمي الزبالة في الشارع يبقى المفروض الناس mustn't When he arrived we were having a dinner لما وصل يبقى ماضي بسيط بعد arrive بعد وين لما وصل كنا بنتناول العشاء علي must is quite in class must المصدر من is بي وي must to help the poor الفقراء يبقى وي must help عشان must والمصدر عايز عن التوريزم توريزم السي اللي هي السياح نبدا هنا نقول مثلا توريزم is very important for our country. السياحة uh, مهمة جدا لبلدنا. Tourism brings us ماني بتجلب لنا الأموال we should treat tourists kindly لازم نعامل السياح kindly اللي هي معناها يعني بلطف ونكون معاهم ودودين تمام Uh, tourism helps us or helps our country بتساعد بلدنا to be famous ان هي تكون مشهورة جدا بعد كده عندي هنا جروب سي You must walk on the grass. There is a sign over there. في لافتة هناك يبقى المفروض إيه؟ You mustn't. They have tea when the door bell rang. يبقى كانوا بيتناولوا يبقى they were having. عشان عندي ماضي بسيط يبقى ناس ماضي مستمر. You mustn't making noise. يبقى you mustn't make. I was sweeping the floor. while I heard the noise hear the ماضي يبقى when they forget their box yesterday yesterday ماضي الماضي من forget forgot بعد كده عندنا بقول write about school rules school rules دي بقى اللي هي هي القواعد المدرسية نبدأ هنا نكتب عن ال school rules مثلا نقول uh, there Are many school rules in my school في مدرستي uh, مثلا ممكن نقول uh, Our school uniform الزي بتاعنا Our school uniform rules or shirts and a trouser our trouser secondly students can't bring ممنوع يجيبوا their mobile they should come to school on time we should follow لازم نتبع the school rules ودي كده اخر جزئيه عندنا في تقويم او تقييم الاسبوع التاسع انتظرونا ان شاء الله في الاسبوع العاشر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته